هل تعانون من السمنة الزائدة وتريدون خسارة الوزن وتحلمون بأن تروا مؤشر الميزان ينخفض؟ ولكن يعتبر البعض الوصول للوزن المثالي هو أمر صعب للغاية. ليس هناك صعب ولا مستحيل مع وارا إكستريم، جهاز اللياقة البدنية الأكثر في كل أنحاء العالم لتنحيف وشد ترهلات البطن والخصر، شد ترهلات اليدين والذراعين، توسيع الصدر والظهر والكتف. يعتبر جهاز وارا إكستريم من أصغر الأجهزة الرياضية وأكثرها فعالية، فهو بسيط جداً ويتكون من عجلات الوزن بقبضة قوية ومريحة لليد، وحزام مرن ووسادة للتثبيت. استخدام وارا إكستريم بسيط جداً، فقط قم بشد الحزام بالمستوى المريح لك، ثم ضع ركبتيك على وسادة التثبيت مع الدفع إلى الأمام والسحب إلى الخلف لمدة 5 دقائق فقط. استخدم وارا إكستريم داخل البيت وملائم لكل أفراد الأسرة. وارا إكستريم خفيف الوزن، سهل التخزين، ولا يحتاج لأي تيار كهربائي، ويعتبر هو البديل لكل الأجهزة الرياضية كبيرة الحجم وذات التكاليف العالية، فهو يقوم بجميع التمارين ويحرك وينشط كل عضلة في الجسم. وارا إكستريم متعدد الوظائف والتمارين. التمرين الأول لتمرين عضلات المعدة العلوية والوسطى والسفلية، إلى اليسار إلى اليمين، وفي المنتصف لتمرين جميع عضلات البطن. التمرين الثاني لشد عضلات الفخذ والأرداف بأكثر من شكل مختلف. يمكنك الجلوس على الوسادة وتحريك ساقيك بعجلة الوزن بالتبادل كأنك تقود عجلة، أو سند الركبتين على وسادة التثبيت وشد عجلات الوزن للخلف. التمرين الثالث لتمرين الأكتاف والظهر، يمكنك استخدامه وأنت جالس أو وأنت واقف. التمرين الرابع للأذرع لتمرين عضلات البايسبس والترايسبس، بل وأكثر من ذلك. وارا إكستريم رائع لكبار السن ولمن يعانون من خشونة المفاصل. اتصلوا الآن على الأرقام الظاهرة أمامكم واطلبوا وارا إكستريم.